جمال انت فاهم الموضوع غلط. هيا علاقه اللي ممكن تربطني بسهيل؟ ما اعرف، انت قولي لي يا علاقه اللي بيناتكم. انت تعرف كل زين انا اكرهك. صدق والله؟ شوف والله شوفني شد قد كريت هاي. هاي شنو؟ هاي من وين طلعن هالرسايل هسه؟ هو هذا اللي همك؟ من وين اجن هذن الرسايل؟ استاذ سويد نسى يمسحن. اترجاك خليني اشرح لك. راح تشرحيني كل شيء غصبا ما عليك. راح تقولي لي ليش دمرتي حياتي وخليتيني اظلم فريده بسببك ها؟ وانتوا هذا اللي كنت اسميه اخويا كنت تسوون اشياء من ورا ظهري حتى تدمرون حياتي، ليش؟ انا ايش سويتك؟ احكي! انا صح كنت اعرف سهيل قبلك بس من شفتك حبيتك انت. كافي كذب. انت سهيل اثنيناتكم راح تتحاسبون. مستحيل شلون جابك بحياتنا مثل حية ساعة السودة اللي شفتك بيها وجبتك هنا للشركة. ايه كافي عاد، طز بيك وبأهلك وبعائلتك كلها. ليش؟ احترمي نفسك ودير بالك تجيبين اسم عائلتي على لسانك مرة ثانية. سمعتي لو لا؟ ايه ولا شنو؟ راح تضربني؟ لو راح تقتل مثل أبوك. أقتل مثل أبوي شنو؟ كنت ايش تحكي؟ أبوك دمر حياتي ونهى حياة عائلتي كلها. ها سمر، هاي هم لعبة جديدة لو شنو؟ زين أبويا شو العلاقة بعائلتك؟ عائلتك مو بأمريكا مثل كذب! وين؟ كذب! كل اللي تعرفه كذب. امشي وياي وراح تعرف كل شيء. امشي وياك وين سمر؟ بما أنه كل شيء انكشف راح أحكي لك على كل شيء من البداية. بس مو هنا، بالمكان اللي تدمرت بيه حياتي. يلا امشي. يلا انزل. قلت لك انزل. ما تنزل ايش منتظر؟ اقول لك هاي شنو؟ احنا جاي نسوي هنا. شو مسوي هنا؟ هذا المكان راح تلقي كل الاجابات اللي تريدها. هذا المكان شنو؟ وهنا قررت انهي وجود عائلتك كلها. هنا ابوك دمر حياة عائلتي وبهالمكان حلفت الا ادمر حياة عائلتك. اقول لك انت ايش تحكين؟